يا دوب العيل نزل من بطنها ومالت اسم ابو الدكتور اللي ولدها وماتت. اصل اخويا يبقى طلاقها لاجل يخاف ربنا، ما رضيش يرجعها لذمته الا ما تولد ابن توفيق البدري. وندهلي وقال لي خدي الواد نزليه عند ابوه. الله اكبر الله اكبر، يخرج الحي من الميت، سبحان الله ولا اله الا الله. سلام لو جه قبل المرحوم ما يموت، مش كان على الاقل مات وهو مرتاح. نصيب يا علي يا ابني، نصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتوه يا حاجة؟ أيوة يا أخت، سميناه سميناه على اسم أبو توفيق. توفيق توفيق، غير ما عملته توفيق هيعيش تاني في ابنه، هيفضل اسمه. هاتي الولد يا أنيسة، أنا أولى بيه. بقول لك هاتي يا أنيسة. أمال استهدي بالله، أمال يا رقية. يتربى في عزكم. أستأذن أنا بقى. ما لسه بدري يا حاج. بدري من عمرك يا حاج، يا دوب عشان ألحق أروح. طيب يا ستي، متشكرين، جزاك الله كل خير. شهاده الميلاد وهدومه اهم في الشنطه. طيب تقعدوا بالعافيه. الله يعافيك. ابن توفيق أماني وصى عليها أنيسة قبل ما يموت يا ست رؤية. معلش يا عم بدر، أنا بقاليش حد خلاص. توفيق مات وعلي اسم الله كبر، أنا أولى بيه. هاتي أنيسة. سيبي يا عمتي نربيه كلنا. توفيق الصغير فرصة نرد فيها جميل توفيق الكبير، أنا وأنتي وماما أنيسة. أيوة يا رؤية، خليكي معانا هنا، وزي ما كبر علي بيني وبينك يكبر توفيق. سمي يا رقاي. سبحان الله ولا اله الا الله. وده معناه بدري جديد انضم لقبيله بني البدر، وبما انك شيخ القبيله يبقى لازم تيجي وتباركهم. هيحصل يا سعادي، بس بعد ما نوصل الاستاذ لمامته. انا وعدتها اول ما يخرج يكون عندها على طول. طب ما انا كمان عاوز اشوف البدر الجديد. مش لازم النهارده يا سيدي. توفيق توفيق بدري، مش معنى هو يعني. هو مين؟ توفيق. انا كمان عايز سليم وغيري، كنت لازم اسمي واحد منكم سليم. طب معنا فيه. طب عايز الاب الثالث. بس طنط نورهان في باريس ولد. طب ما انا عندي اقتراح، حضرتك تراجع طنط نازل. الهزار الهزار دخل منطقة محرمة تقريبا، مع اني كنت بقولها بجد. طب يمكن علشان كده اتضايق. اه بالمناسبة، انت مش ناوية تزوري عادل وتباركي له؟ انت عارف اني ما بنزلوش من زور. الكلام ده اتغير، وعادل اتغير، الزمن نفسه اتغير، وبعدين ده مهما كان اسمه اخوكي. بعدين بقى لما ابقى اشوفه ابقى بارك. اه قولي كده بقى. تبقى الحكاية مش حكاية عادل، انت اللي مش عايزة تروحي عند مامتك. اديك عرفتها. طب ما تجربي. اجرب ايه بس يا علي؟ تفتحي صفحه جديده معاها. الصفحه ما بتتفتحش من طرف واحد يا استاذ، لازم الطرفين. عشان كده بقول لك جربي. اوه انا مش فاهمه، انت ليه مصر تفتح موضوع بيضايقني علي؟ انا مصر يا زهره افتح معاكي كل باب اتقفل قبل كده في وشك، خصوصا وانا مؤمن ان البني ادم دم ولحم، وارد انه يتغير. ما هوش حجر، الحجر بس هو اللي بيفضل على حالته ما بيتغيرش. عشان كده لازم. ايه
محاضرة بمحاضرة بقى ألحق اللي هذاكرها وامتحن فيها. بابا قال ايه لما علي قال له الكلام ده؟ كشر وفهمه ان ده مش موضوع هزار. طب استنى بس، يعني نوع تكشيرته كانت ازاي؟ ها؟ اتضايق من الفكره نفسها ولا اتضايق ان علي هو اللي قال الكلام ده؟ ماما اوعي تكوني فاكره ان بابا ممكن يرجع لك بصحيح. ليه بقى يا سعادل؟ انا لو مكانه ما اعملهاش. تقدر تفهمني ليه؟ ماما انت غلطتي غلطه كبيره قوي لما اتجوزتي الولد اللي اسمه عفت ده. والغلطه دي بابا مش ممكن هينساها. اخيرا انكشف المستور وظهرت مشاعرك على حقيقتها. ما تلوعيش كلامي، مشاعري ملهاش دعوه. امال معناها ايه الكلام ده؟ خلاص انا اسف، انسيه خالص. فوزيه، فوزيه خرجت. عايزها في ايه؟ ابدا، كنت عايزها تجهز لي الحمام لكن مش مهم هجهزه انا. على فكره يا ماما، انت كنت تعرفي اخت عفه دي لما اتجوزتيه؟ شفتها فين؟ هي نازك هانم بتديكي كام؟ اللي مكفيه. واللي مكفيكي ده حوشتي منه قد ايه؟ جرايه ست هاني، حضرتك ضربتي لي تليفون وقلتي لي انك عايزاني في مصلحه ليا مش عشان تستجوبيني. ما تستعجليش، المصلحه جايه. اقعدي اشربي عصير. قولي لي اسمك ايه؟ فوزيه. قولي لي يا فوزيه، تحبي يكون معاكي قرش كويس ينفعك للزمن؟ قرش؟ قرش ايه؟ فلوس، فلوس كتير يا فوزيه. والفلوس الكتير دي هتجيلي منين؟ من هنا. لو شغلتي ده كويس وعرفتي مصلحتك فين هيكون معاكي 10,000 جنيه. 10 ايه؟ جرأة ايه يا ست هاني؟ حضرتك جايباني هنا عشان تتريقي عليا؟ عن اذني. استني انا بتكلم جد. ولما هو جد هتديني 10,000 جنيه علشان ايه؟ ثمن خدمه ليا، خدمه عندك. وخدمه ايه دي ام 10,000 جنيه؟ قبل ما اقول لازم اضمن ب10,000 جنيه تضمنيني انا وبقيه اهلي. دول دفعه اولى هتستلميها اول ما ترجعي من النيابه بعد ما تحطي اقوالك الجديده. 2000 جنيه. والباقي؟ 3 باقيين بعد ما تقولي نفس الكلام قدام المحكمه. يتفضل 5. الخمسه دول بقى بعد المحكمه ما تحكم. وانا مالي بحكم المحكمه؟ هو انا مغسله وضامنه جنه؟ مش عشان ضمان الحكم، عشان نضمن انك انت ما تغيريش اقوالك. والقضية لسه شغالة، فهمتي؟ فهمت. ودلوقتي تقدري ترجعي لنازك هانم وتقولي لها على اللي حصل، بس ده مش هيهمنا، انما هيهمك انتي قوي، هيخسرك ثروة تعيشك طول عمرك مستورة. لا 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 يا بيه، أنا مش هفتح بقي إلا قدام النيابة. عظيم، حفظت اللي هتقوليه؟ صم. إيه اللي دفعك لتغيير أقوالك يا فوزية؟ ضميري يا بيه، بعد سعاد ما خرج بكفالة ولقيته هو والست النازك عاملين حفلة ونازلين تريقة على المسكين اللي راح، ضميري صحي ولقيت هاتف بيقولي هتروحي من ربنا فين؟ اجري يا بنت صلحي غلطتك واشهدي باللي شفتيه وسمعتيه. وايه اللي شفتيه وسمعتيه يا فوزية؟ يوم الحادثة يا بيه بعد الرقاصة ما مشيت، الست النازك خدت سعادل وقعدوا في التراس، وسمعتها بتقوله ان عفة تخلص على فلوسها اول باول، وانه سرق صيغتها وانه مش هيسيبها الا ما يخلص على ثروتها، ومش عارفه تعمل معاه ايه. وقعدت تقول له انقذني وانقذ فلوسك يا عادل. سعادل قال لها مفيش غير حل واحد يا ماما. قالت له ايه هو؟ قال لها اجر شكله واعمل اني بتخانق معاه واضربه باي حاجه اموته واقول اني كنت بدافع عن نفسي. الست نازك قالت له لا، لكن هو صمم. وبعدين خرج له يا بيه ونده عليه وشتمه. التاني رد عليه، راحوا ماسكين في بعض، سعادل وقعه على الارض وبارك فوقه. التاني سلم وقعد يقول له خلاص يا عادل سيبني بقى، لكن سعادل مسك دماغه وقعد يضربها بضرب زين السلم الرخام لحد ما قطع النفس. ليه؟ ده لسه دافع الكفاله وخارج من يومين. صدر امر من النيابه باعاده القبض عليه بعد ظهور حقائق جديده في القضيه. كلمي بابا، شوفوا المحامي، اكيد في مؤامره مدبراها اللي اسمها ساره دي. عادل كانت بتهددني. عادل لازم تعرفوا الحقيقه. فوزية عبد الهادي، الشغالة اللي عندك يا هاني. فوزية؟ مش ممكن يا فندم، مستحيل. للأسف المستحيل حصل. طب وإيه اللي خلاها تعمل كده؟ أكيد اترشت عشان تغير أقوالها. أتاريها مختفية من امبارح، وهي نازلة قالت لي إنها هتزور واحدة صاحبتها ويمكن تتأخر عندها وتبات. أنا طبعًا ما خدتش في بالي لأنه كان يوم أجازتها. البت دي طول عمرها عينيها زايغة وباصة لفوق. بس أنا عارف مين اللي رشاها.
بونجور مدام. مادموزيل لو سمحت. لا مدام معلش، اصل انا عارف تاريخك كويس قوي، واخر حاجه اعرفها عنك انك متجوزه ولد صايع تركي عايش في باريس بينصب على عرب وشرقيين اللي قاعدين هناك، اسمه عصمت صوناي صح؟ وبعدين؟ كنت فاكر انك ضحيه من ضحاياه، لان اعرف انك ارتست كويسه. قالت لي الموضوع ده نورهان مراتي. البرنسيس؟ هي تبع مراتك؟ ما تيش. لكن للاسف جوازك من السيد عصمت صوناي هو تعبير دقيق عن المثل اللي بيقول الطيور على اشكالها تقع. سليم باشا، متهيالي انك ما طلبتش تقابلني عشان تشتمني. لا يا مدام، انا طلبت اقابلك عشان اقولك اللعبه اللي بتلعبيها دي مش هتنجح. ليه؟ عشان انا هنا يا مدام سليم البدري، جايز ما تعرفينيش كويس، باريس زحمه، الحقائق والاشخاص بيتوهوا فيها، لكن هنا في ملعبي يمكن السياسه دلوقتي مش معايا، لكن الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش هو ده دماغي يا مدام. عربيتك معاك يا باشا. ايوه ليه؟ عايز اطلع الحرب. كلنا تحولنا لنصابين يا باشا، لما يبقى الزمن مش زمنك وتضطر تهاجر وتعيش على ارض مش ارضك وسط ناس مش ناسك، بتحس ساعات انك مالكش لزوم من وجودك في الدنيا شيء زايد عن نفسك. وده اللي حصل. الفرق بيني وبين اخويا انه كان عنده امكانيات تسمح له انه يفضل هنا وينصب في بلده، يبيع شبابه للستات العواجيز، يشتغل شغلهم. لكن انا ازاي رحت باريس اغطس فيها وغرق معايا همومي، ما قدرتش اعيش برضو الا بالنصب، نوع صعب شويه استغليت فيه موهبتي الرسم، بقيت اغش اللوحات الصينيه الاصليه وازورها وابيعها للمحدثين اللي عاملين هواه فن وفي الوقت نفسه مش فاهمين اي حاجه في الفن. وهناك قابلت عصمت واتجوزته، هو نصاب زي ما انت قلت بالظبط، بس ضمن البرواز اللي كلمتك عنه دلوقتي، انت نفسك والبرنسيس مراتك جوه البرواز ده، يعني ما انتوش احسن مننا. احنا مش نصابين يا مدام. بأمارة ايه؟ شغلك كخبير تحف وخبير انتيكات، ولا شغل البرنسيس كرسامة صعلوكة على شط السن؟ انتوا الاتنين بتنصبوا زينا بس على اتقل واشيك واخطر. والله اذا كان رايك ان الشغل كله نصب في نصب يبقى مش هنتفق. على العموم ده مش موضوع. امال ايه موضوعنا؟ موضوع ابني يا مدام. واخوي؟ اخوك مات بنفس الطريقه اللي شهدوا بيها الكل، محدش موته. ابنك قتل. كان بيدافع عن امه وعن نفسه. عرفت ما كانش فتوه، ما كانش يقدر يضرب طفل او يأذي فار، حتى بالكتير كان يهوش ويجعجع. لكن الهانم طليقتك وابنها ما صدقوا، قتلوه بقلب بارد واعصاب ميته. انا جايز اكون نصابه في عبر الدنيا كلها، لكن عفت كان الانسان الوحيد اللي فاضلي من عيلتي، واحنا من اصل سعيد يا باشا، ابونا سعيدي وامنا تركيه، فاهم معنى ده ايه؟ ما تتكلمش، انا هقولك عشان كل شيء يبقى واضح قدامك. حياة ابنك أو كل ثروة مراتك، قصدي طليقتك. أربعة. مش هتلاقي تاكسيات هنا. دي مجنون. متهيألي انها مهووسة حبتين، طريقة كلامها معايا ما كانتش طبيعية ابدا. وبعدين؟ ولا يهمك، جايز تكون شوية حركات عايزة من وراها قرشين، ويمكن تكون مجنونة فعلا. على المهم في الحالتين هنتصرف، المهم نلاقي فوزية. سيب بقى الموضوع ده عليا، انا اللي هجيب لك قرارها. اتفضلي يا ستان. زهرة. اهلا يا زهرة، ازيك؟
الحمد لله اخيرا افتكرتيني يا زهره. ما بلاش نتكلم في مين اللي فاكر ومين اللي ناسي. طيب انا مضطر امشي يا نازك، بكلمك بعدين. اوكي سليم. مسلمين على الواد علي. زهر انا جيت لما عرفت انهم مسكوا عادل تاني. تعرف حضني الاول. البنت اتاخرت، دي محاضراتها بتخلص الساعه 2. قومي اتغدى انت وهي زمانها جاي. اتغدى ايه بس يا وصيفه؟ ما انت عارفه انا ما عادش بيجي لي نفسي اكل حاجه غير والبنت معايا. خلاص اقعد اني معاك افتح نفسك. يا خيا انت اللي هتفتحي نفسي؟ لا اله الا الله ولله في خلقه شؤون. سليمان ايه؟ جرى ايه؟ هو ابني غار من وشي هتستلمين انت؟ هغور انا من خليتك الساعه دي. هتبقى احلى ساعه في النهار كله. وعلى راي عبد الوهاب ساعه ما بشوفك جنبي لا بعرف اداري ولا بعرف اخبي. الله يسامحك. بقول لك ايه؟ يا البت ما قالتلكيش هتروح هنا ولا هنا بعد الكليه؟ لا ما قالتش. واذا كان مش لدد عليك ابعت معايا خليه الاسكندراني يوديها ويجيبها عشان تريح نفسك وتريحني. خليل ايه بس وبتاع ايه؟ طب بقول لك يا وصيفة اقعدي اقعدي جاري هنا. افتكرت ايه عاوز تقولهولي؟ يا وليه يا زهقان زهقان هكلم نفسي. الواد زاهر وراح على البلد وجوز الخيل نزلوا معاها عشان يشقروا على ولادهم، والبت زهرة لسه ما جاتش من الكلية، هعمل ايه يعني؟ كل وانزل اقعد على القهوة. اي والله فكرتيني، تاني ليا حساب كبير قوي مع زنهو السماحي. هاتي لي العبايه من جوه. اللي يفهمه يحبه قوي ابوكي بلا هم. انا عارفه انت طايقه تعشريه ازاي. بالعكس هو جايز من بره يبان جامد وشراني، لكن من جوه قلبه ابيض وحنين قوي. اشبهي بيه، ما انت طالعه له في كل حاجه بلا قرف. الله بسرعه كده، ده لسه ما فاتش دقايق على الحضن والدموع والكلام الحلو. انت بتبرطمي تقولي ايه؟ ما بقولش حاجه، انا اتاخرت ولازم امشي. نعم انت مش هتقعدي معايا لغايه اخوكي ما يطلع؟ حقيقي محتاجاني يا نازك. هانم هانم ايه هانم دي؟ مش قادره تقولي لي يا ماما؟ معلش اصلي مش واخده عليها. مع السلامة. لو حقيقي محتاجاني ممكن اخد اذن من بابا واجي اقعد معاكي. زهرة ما خلوش مطرح ما دوروش عليها فيه، حتى الاقسام والمستشفيات. وزكريا وشاهين نزلوا اسكندريه دوروا عليها ما فيش فايده. وهو كمان مسكين اهو، نزلت عليه بداء الخرس ما بينطقش، سارح في ملكوت ربنا اعلم بيه كانه مش معانا. طب يا اخويا لما انت حسيس قوي كده ومتنيل على عينك وغيابها قطع فيك قوي يعني، كنت بتترزل عليها ليه؟ اما انك راجل خسع صحيح. سيبه يا باشا سيبه باللي هو فيه. ايه ده؟ قال انت بتحط ايدك عليا وتديني امر؟ فور من هنا امشي سيبني معاه. اداك الهم. ايه يا زينو؟ سماحي ايه حكايتك؟ ما ترد. انا عارف انك سامعني وكلامي خارق طبلة ودنك. اسمعني كده، اسمع كلمتين صح من راجل عاقل ومجرب. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير. قالوا له يعني ايه القوارير يا رسول الله؟ قال يعني الحريم. يعني الرسول وصانا على الحريم لانهم غلابة ومنكسرين. اي أيوة والله غلاب. طب بالك انا بعامل جماعتنا ازاي؟ بالحسنى وبالمعروف. لا يمكن اقول لها غير يا ست ام زاهر، يا حنينه، يا وش السعد، على طول كده مدلعها مهنيها في حياتها. هم صحيح الحريم برضه ليهم احوال واحوال،
ساعات يغيروا دم النفر مننا ويبقى مش طايقهم وعايز يخرج من هدومه ويجننوه ويعقربوا له دماغه. طب بالك انا بعامل جماعتي ازاي؟ بالصرمه القديمه. اي والله لو ما كنت اشخط فيها الشخطه اخليها تتنطط من على الارض تتمرع بقى وتتفزع، لازم اضربها بالجزمه. امال ايه؟ فرج الكروب يا رب. وبعدين يا ايه اخرة اللي بتعمليه ده؟ سيبوني، محدش يكلمني. هتقولي ماما الاول وبعدين اللي عاوز يتكلم يتكلم. بلاش يا قطع، مش هنتكلم. بس انت كمان لازم تروحي مدرستك، ده رابع يوم ما تروحيش فيه. مش رايحة خالص، مش رايحة. مبسوطين؟ ده كلام ما يتقالش حتى لو من ورا القلب يا قمر. انتوا عايزين مني ايه؟ انا مش عايزة حد، مش عايزة حد. ما تزعلش يا ناجي، دي هي كده حتى معانا كمان، مش طايقة لحد كده. عذورة برضو. وانت كمان يا طاهر، سايب شغلك من نهاريها وقاعد معانا، ايه الحكاية؟ شوم انا كمان يا استاذ ناجي، واجب عليا ان انا ادور عليها. يا طاهر ما احنا دورنا خلاص، وما بقاش في حاجة نقدر نعملها، والبوليس دلوقتي هو اللي هيدور. يلا يلا انت تروح على شغلك وانا اروح لعمي اطمن عليه. وانت يا فاتن خليكي مع قمر وحاولي معاها على قد ما تقدري. انا مش هسيبها الا لما باباها يرجع. تاكد يا عمي زي ما هي اختفت لوحدها برضه هترجع لوحدها. لا يا ابني، لو كان فيها ركوع كانت رجعت. سبس خلاص راحت. راحت فين بس يا عمي؟ هي ليها من غيركم؟ جاوب انت على السؤال ده بقى. لما هي ملهاش حد غيرنا وما هياش في اي حته من اللي ممكن تروح لها، يبقى ايه بقى يا ناجي؟ قوم يا ابني روح كليتك، انا خلاص عملنا اللي علينا وانا مش عايز اعطل حد جنبي اكتر من كده. طيب وقمر؟ مالها قمر؟ بكره ان شاء الله تروح مدرستها، شويه شويه هتنسى وتعرف ان ده نصيب وقدر. زعتر. ايوه حاج. لما تشوف الاستاذ زكريا تبقى تبعتهولي، هو النهارده ما عندوش ورديه ليل يعني هيخرج بدري. حاضر يا حاج. يا قمر حرام عليكي بقى، مش معقول اللي بتعمليه في نفسك ده. طب قولي لي ايه المعقول اللي انا اعمله؟ خالتي سماسم ما هياش طفلي، واكيد راحت عند حد تعرفه هي بس، عشان كده ما احناش طالبينها. يعني تطمني وتستني اما تقرر انها ترجع برغبتها وتتصل بيكي باي طريقه. حاولت كتير اقول لنفسي الكلام ده، لكن مش قادره اصدقه. عندي احساس بيخنقني بيقول ان انا مش هشوف ماما تاني. استنيت انا هفتح. ماما فاتن حبيبتي، وحشاني وحشاني قوي. ازيك عامله ايه؟ كويس. قولي لي عمك زينهم هنا؟ لا. حلو، امال فين قمر؟ انا هنا يا طنط. عيني يا اختي، معلش. بس طبعا فتره روحك من العياط قلبي معاكي. مفتري عليه ربنا. خش البسي هدومك وتعالي معايا انت وفاتن. على فين؟ على بيتي. ولا لسه عايزه تقعدي معاه بعد ما طهى امك وطفشها؟ ماما عندك مخبيها يا طنط، مش كده؟ لا يا قمر، انا ما شفتش عمتي سماسم من ساعه ما سابتني ورجعت لكم. امال عايزه تاخدي قمر ليه؟ مش كفايه اتحرمت من مامتها، عايزه كمان تحرميها من باباها؟ بيت يا فاتن، بتكلميني كده ليه يا بيت؟ ايه ينيالك؟ شوف يا اختي البيت بتشخط فيا زي ما اكون عدواتها. انا اسفه يا ماما، كنت فاكراكي جايه تهدي قمر مش تشعليها اكتر. يا بنت انا قلبي عليها خايفه لازنهم السماح يعمل فيها اللي عمله في امها. هي عمتي سماسم هجت من شوية مش من اللي عملوا فيها؟ يوماتي نكد وشتيمة وإهانة زي ما تكون جارية عنده، ويطلقها ويرميها في بيوت الناس، وقال إيه؟ آخرة المتام ما يسرقها ويتهمها بالباطل. أيوة يا طنط،
ماما اتظلمت كتير قوي. مين؟ هو عمي زين وما فيش حد معاه مفتاح غير. مساء الخير. اهلا وسهلا بالارتيست المتسيطر. خير؟ مشرفانا ليه من غير مناسبه؟ من غير مناسبه ازاي يا معلم؟ اياكش فاكر ان سماسم العدل ملهاش اهل يدوروا عليها؟ لا العفو، ونعم الاهل، بس سماسم العدل مش هنا، ولو سمحت تدوري عليها ولما تلاقيها تبقي تدينا خبر. بصراحه بقى انا جاي اخد امر وفاتن معايا. طب فاتن وبنتك ممكن افهمها دي، انما تاخدي امر بصفتك ايه؟ بصفتها بنت عمتي، عمتي اللي انت مررت عشتها لغايه لما هجت وخدت في وشها وقالت بلاد الله خلق الله. عمتي اللي ما شافتش معاك يوم حلو من غير اهانه وبهدله، وكل ده هتعمله في بنتها، وبكره تضربها وتعايرها ان امها كانت عالمه، وقليل المطفش طاهيه كمان. لكن لا، انا حمديه، حمديه اللي طابت في حجر سماسم وهفضل شايله جميلها ده لغايه ما اموت، واقل حاجه اعملها لها ان الحق ضناها واخدها في حضني واحميها منك، زي ما هاخد بنتي فاتن واحميها من مرات الاب اللي ابوها هيجيبها لها يوم الخميس الجاي. مين قال كده؟ انا اللي بقول يا حبيبتي، اخبار ابوكي عندي اول باول وصابح بصابح. اسمع يا معلم، انا صحيح بالقانون ماليش حق اخد دي ولا دي، لكن القانون مش كل حاجه، وانا معايا اللي اقوى منه، وصدقني لو ما طوعتنيش بالراحه هاخدهم هما الاثنين غصب عنك وعن زكريا، والجدع فيكوا يبقى يقفلي. بس ولا كلمه زياده، بره. هودني قلت بره، مش عايز اسمع منك كلمه زياده، بره. وبوريني هتعملي ايه يا ربايه العوالم. حلوه ربايه العوالم، سمعت يا ابوكي بيقول ربايه العوالم، بكره يبقى يقولها لك يا حبيبتي. قمر، انت عارفه طريقي كويس، ابقى هاتي فاتن وتعالوا. تشكر يا انصل الوز. يلا بره بره بره، انت حد يطيقك. قمر، انت بكره تاخدي بعضك وتروحي المدرسه، انا بنفسي حاجة معاك عشان اقابل النظره اتصرف معاها في مده الغياب. وانت فاتن، ابوك كمان شويه هيعدي عليا، حضري نفسك عشان تروحي معايا. مش عايز واحده فيكم بعد كده تغيب عن المدرسه دي يا واحده، فاهمين؟ واللي يشجعني اكتر صله القرابه اللي بينكم وبين الحاج بدوي. يا سلام، اهو انا والحاج بدوي بقى اولاد خاله لزم، وكنا واحنا صغار ما نفارقش بعض ابدا، غش بقى الظروف وتصاريف الدنيا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا 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 يا حاج. اهلا وسهلا حاج، اسمعها منك يا رب ويجعل قدمك علينا خير ان شاء الله. قلت يا حاج ومستعجل قوي يا استاذ زكريا، يعني خير البر عاجله برضه. طيب يعني انت عارف كل الظروف. ايوه، الحاج بدوي قال لي على كل حاجه. الحاج بدوي ما يعرفش كل حاجه، ده احنا صلتنا بيه هو واهل بيته مقطوعه من زمان، من ايام ما راح باع بنته في السر لابن البدري. انا اقسمت يمين لا ادخل له بيت ولا اشوفه. عموما يا حاج اعرف منك انت. من حقك. طيب ناخدها بقى واحده واحده. الاول تشوف العروسه. ايوه. الشاي يا اولاد. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا. اقعد يا صلاح. صلاح. انا ما قلتلكش هي اصل اسمها اصلاح، لكن بقى انا من صغرها ودلعها واقول لها يا صلاح. اصله كان نفسه في ولد، ولما جيت بنت صمم يناديني باسم ولد. قولي الحق يا صلاح، قولي الحق، دي عطيه ربنا، انا ملياش خيار بين الولد والبنت. طب والله العظيم هي دي الحقيقه يا بنت، ما تحلفيش بالعظيم. أم الله يرحمها هي اللي قايله لي. لا إله إلا الله، ما تخليش الراجل ياخد عني فكرة وحشة. ما ياخد، قول الحق ويفتكر اللي هو عاوزه. الله الله. يوه كده. كده غلطتني. أي كده يا سيدي، شفت؟ ما أوحى وعنادية. وغير كده بقى في حاجة لازم تعرف، هي مش بنت بنوت. أبا، يوه أعمل لك قفلة. الله. مش لازم يعرف كل حاجة يا بنتي. هي يا ابني سبق لها الجواز من 10 سنين، انما ما عمرتش 3 سنين يا دوب وما حصلش وفاء، وجت عندي بقى لها 7 سنين، الخطاب رايحين جايين رايحين جايين، طوفف طوفف. بس يا سيدي ما حدش داخل دماغها.
اصل اللي يجرب حظه مره يا سي زكريا لازم يحرص، ولا انا غلطانه؟ لا ابدا، معاكي حق يا صلاح هانم. يو صلاح هانم يا دي النايبه. ابويا طول عمره بيقولها لي وعمري ما سمعتها بالشكل ده. قال صلاح هانم قال. عن اذنكم. ما تاخذناش يا ابني، احنا دايما نضحك على طول كده في الشتنا عايمه. وماله يا حاج، ده حتى الضحك بيطول العمر. الغرض اديك عرفت كل حاجه عن العروسه وظروفها، قلت ايه؟ باصم بالعشره يا حاج. عظيم، يبقى فاضل بقى تعرف حاجه عن ابو العروسه. هل بت بدوي ما قال لك ان انا عندي محل عطاره في الحمزاوي؟ ايوه قال لي يا حاج. هو محل صغير صحيح، لكن الحمد لله سترها، وان شاء الله لما يكون الاوان وقابل وجه كريم هيبقى المحل ده بتاع اصلاح. بعد عمر طويل يا حاج، ربنا يديك الصحه والعمر. بس انا ما بنظرش الحاجات دي يا حاج، انا راجل ليا ماهيتي وهصرف على بيتي، واصلاح هتبقى في عينيا الاثنين. ايوه يا ابني انا عارف، انا سالت عنك وعرفت كل كبيره وصغيره. الكلام اللي بقوله لك ده يا زكريا يا ابني ما هوش عيب، ولا معناها ان انا بحلي بنتي في نظرك علشان اللي هيكون لها. ده انا بحملك امانه يا ابني، بحملك امانه، وكمان علشان خاطر لما يحصل نصيب تبقى هتاخد اصلاح وانت عارف ايه اللي لها واللي عليها. ولا انا غلطان؟ ربنا ما يجيب غلط يا حاج ابو شعيشه. بس بقول يعني ناخد راي العروسه الاول. ايوه، مش يمكن ما ملاش دماغها زي الطفف اللي قبلي. كلهم دمهم تقيل، ما حدش فيهم قدر يضحكني، لكن انت ضحكتني من اول مره. الله الله الله، تبقى كده يا سيدي نجحت في الامتحان، الف مبروك. الله يبارك فيك، الف مبروك. الله يبارك فيك. بس جه عليا الدور بقى عشان اقول لكم على ظروف اللي محدش يعرفها. يعني ما رضيتيش بكلمه على اللي قلته لي طول السكه يا فاتن؟ هقول ايه يا بابا؟ مبروك. ايه يا فاتن يا حبيبتي؟ ايه مالك؟ بتقوليها من تحت درسك ليه يا بنتي؟ ابدا والله، ده انا اللي زعلانه عشان سبت قمر في الحاله دي. شوفي يا فاتن يا حبيبتي، احنا اصحاب من يوم ما اتولدتي، ويستحيل اخليكي تعيشي مع واحده غصب عنك. عارفه يا بابا، اطمن، انا عارفه من زمان انك ناوي تتجوز، وسبق وقلت لك اني موافقه. بجد؟ بجد والله. طيب شوف يا ستي بقى، اصلاح مصممه تشوفك وتقعد معاك الاول قبل ما نتمم اي خطوه. يا ريت، بس ازاي؟ ايه رايي بقى يوم الجمعه تروحي تزوريهم وتقعدي معاهم طول النهار؟ ما عنديش مانع. تعرفي انا لولا باقي على العشره والعيش والملح بتوع زمان لا كنت خليت اللي ما يشتري يتفرج عليهم. من غير اذيه انت ممكن تجيبي البيتين، ولو حد من ابهاتهم حاول يرفع صبعه في وشك صلطي عليه رياض بيه. تلاقيه هو ناولين التليفون. حاضر. يلا هوين. حاضر. الو، اهلا يا رياض، وحشني. انت فين؟ يو مشاغل ايه بقى تاني؟ هي سفريات اليمن دي مش هتخلص؟ انا محتاسه من غيرك ومتضايقه ومش عارفه اعمل ايه. اهو بقى ناس مضايقني. تسلم لي بنتي يا رياض وبنت عمتي، ابهاتهم ناس وحشه خالص. ايوه اللي كنت حكيت لك عليهم زمان كده. ماشي، لما اشوفك هقولك على كل حاجه. تفتكر عبد الفتاح هيقدر يوصل لحاجه؟ لما عبد الفتاح سلطان ما يقدرش، مين اللي يقدر؟ عبد الفتاح سلطان ده كان زمان يا عاصم، مش دلوقتي. ودلوقتي معارفه وتلاميذه في كل فروع الداخليه وعلاقته بيهم زي الفل. تصدق بيا يا سليم، انا بخاف منه. ده بحكم العاده بس. على الله يكون هو. لا مؤاخذه عاصم بيه، مساء الخير يا باشا. اهلا. ما تعرفوش ده يا باشا؟ ده طاهر امين المخزن بتاعنا، ويبقى ابن الست سماسم العدل. اه، اخبار مامتك ايه؟ لسه مختفيه؟ لسه يا سليم باشا، حركه المخزن يا عاصم بيه. دي كشوف الخام، وده كشف المتصنع. طيب حطها عندك على المكتب وتفضل انت. حاضر، عن اذنكم. ولد كويس قوي يا سليم. اللي انت بتقول عليه كويس بقلق منه. ايه، ما عندكش ثقه في حكمي على الناس؟ بالعكس يا عصر،
بس مين الكويس من وجهة نظرك؟ أكيد اللي مخه متركب شمال. البلد كلها ماشية شمال يا سليم. اليمين دلوقتي عليه يافطة ممنوع الدخول، ولو إن المسائل شكلية بس، لكن تقول إيه بقى للي انخدعوا بيها وحلوا؟ أنت عارف يا عصام، أنا قعدت مع أكبر اتنين في الحزب الشيوعي الفرنسي، جورج ماشيم وويسترني، لقيتهم في منتهى البساطة، مفروكين، مش متشنجين ومتعقدين زيكم كده. لا مؤاخذة يا باشا، أنا آسف، اتأخرت عليك. المهم، وصلت الحاجة عبد الفتاح ولا لأ؟ السؤال ده فيه إهانة ليا يا باشا، اتفضل، العنوان وبالتفصيل. طب استأذن أنا. على فين؟ أنا هروح. لوحدك مش ممكن طبعا، انت رايح مجاهل ما تعرفهاش وما تعرفش مين ممكن يتعرض لك هناك. تحت قدام باب المصنع هتلاقي اتنين طوال عراض، سيبهم يقتلوك لحد هناك، هيحموا ظهرك وهيمنعوا اي حد يتعرض لك. مش هقدر يا جدع عبد الفتاح، انا رايح احارب. اسمع كلامي، ده شغلتي وانا فاهمها كويس. طب هشوفك بالليل يا عصام. اوكي، مع السلامه يا سليم. مع السلامه يا سليم باشا. يا سلام يا عبد الفتاح بيه، عامل حسابك انت على كل شيء. الراجل اللي ما عملش حساب اي مفاجأة حتى ولو كانت مستحيلة ما يبقاش رجل امن ناجح. وعايز مني ايه؟ عايز اعرف مين ورا المؤامره الحقيره اللي بتعمليها دي. انا ما اعرفش حاجه ومالكش دعوه بيا. يا اما هصوت والم عليك الجراح وما تنزلش من هنا الا نصيحه. يا فاكر نفسك لسه باشا بصحيح؟ لا، فوق لي روحك. جربت يا فوزي صوت وريني الناس اللي هتجيبنيهم. يا فاكرني بهاوش؟ طيب يا لهوي ده بيصوت اعلى. الحقني يا معادوي، الحقني يا عمار، يا خلق هو يا لهوي. عمرك يا باشا، عمرك يا باشا. انا في عرضك يا باشا. ايوه كده نتكلم بالعقل. انا تحت امرك، بس صدقني انا قلت اللي يخلص ضميري. ضميرك قال لك تكذبي وتودي عادل في داهيه يا فوزيه؟ انا قلت اللي شفته. وبعدين بقى هنفضل نلف وندور على بعض؟ تحب اقول لك مين اللي اتصل بيكي ورشاكي؟ ساره، مش كده؟ انا ماليش دعوه، انا كنت في حالي. يا سواد عشتك يا فوزيه. كده مش يبقى كشفنا الكذب وبس، ده احنا نبقى ضمننا قضيتنا ولبسنا اللي اسمها ساره دي قضيه رشوه. انا خوفت البنت جدا، بس انا برضو مش ضمنها، ممكن تيجي قدام النيابه وترجع في كلامها تاني. ما افتكرش. وبعدين المساله بسيطه، انت مش قلت لي ان في ناس حرصنها وانها مش ممكن تقدر تهرب؟ ايوه. خلاص، انا هكلم المحامي العام وهجيب موافقه ان احنا نعمل لها استجواب قدام وكيل النيابه الليله وفي الحته اللي هي فيها، وبس يمكن يكونوا مراقبينها ويشوفوها وهي رايحه النيابه بنفسها، يقوموا يعملوا حسابهم ويهربوا او يعملوا اي اجراء مضاد، واحنا عايزين نفاجئهم. انت معاك حق، اتصل بالمحامي العام ونتحرك فورا. عظيم يا فوزيه، احنا بقى عايزين منك خدمه ثانيه. انا تحت امرك، بس ما تحبسونيش. لو تعاونتي معانا في ضبط الرشوه هنعتبرك شهادة ملك وتطلعي براءة. اللي هتقولي عليه هعمله يا بيه. يعني تطمني خالص يا نازك، عادل هيطلع بكرة الصبح وتقدري تعتبر القضية منتهية تقريبا. ايوه، موضوع الرشوة ده مقوم موقفنا جدا. لا 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 لا، ما تشاليش هم، خلاص. نعم، انا قاعد لوحدي، اعتقد امام عامل لي عشاء. بقول لك ايه؟ ما تيجي. ايه يعني دلوقتي؟ ما تيجي دلوقتي فيها ايه؟ ايوه يا ست، برد العزوم. خلاص، خلي السواق يوصلك وانا هبقى اروحك. ما تاخريش، انا منتظرك. ها؟ عشان خاطر الولد. أكيد عاصمة، نسيت أفوت عليه. بونسوار.
مفاجأة مش كده؟ هي دي مفاجأة معاك. أهلا يا حبيبتي. أهلا. إيه المفاجأة الجميلة دي؟ إيه اللي جاب الفجأة كده يا نور؟ 10 أسباب. يا 10 أسباب حتة واحدة؟ أول سبب إني قلقت عليك. وتاني سبب؟ إنك وحشتي. لا بجد بقى. بجد بجد بعد ما أكل لقيني واقعة. الحمد لله إمام عامل العشاء أهو. إمام ده أعظم إنسان في الدنيا. طبعًا. تعالى حبيبي كل معايا عشان نفتح نفس بعض. طب لحظة الحسن في تليفون كنت لازم اعمله للمصنع مهم جدا حقيقي. اديني نازل. نزلت متسربعة على ايه؟ يا روحي. اهلا يا نور. واخبار المزاد بتاعهم ليه؟ ايه مهم مش كده؟ طبعا يا حبيبي، كفايه انه هيتعرض فيه مجموعه الكريستالات بتاعت الملك كارول اخر ملوك رومانيا. خساره، كنت نفسي الحقه. ما قلتليش اخر اخبار عادل ايه؟ في السجن. هو هيخرج بكره ان شاء الله. وعلي؟ علي ده اخباره كتير قوي. مش توفيق البدري مات؟ ايه؟ توفيق ابن عمك؟ وشوف القدر، بعتوله ابنه بعد ما مات بيوم واحد. سعاد كانت ولدته بره وماتت وهي بتولده. قدر. انا رايحة. لا 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 لا، انا اللي هروح افتح. طب ومالك منفعل كده ليه؟ خلاص افتح انت. نورهان انا عايز اكلمك في موضوع مهم قوي. جرى لك ايه يا سليم؟ انت هتقف تحكي لي مواضيع وجرز الباب عمال يضرب؟ انت معاك حق، هي اصلها باظت. انا بونسوار يا سليم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.